وطبعا اكيد مهمه جدا لفعاليات النسخه الحاليه من مونديال مصر 2021 لكره اليد. والحقيقه الملفت جدا للنظر قد ايه تطور كبير اصبح في مستوى حراس المرمى اللي بيشاركوا عامه مع المنتخبات، وقد ايه حارس المرمى مهما كان سنه كبير، ولكن ده غير بقى اي رياضه تانية، دي بتبقى اضافه ممكن ليه في السي في بتاعه. الخبرات اللي هو بيكون بيكتسبها ممكن كمان تكون بتساعده للتعامل مع الماتشات الصعبه وقرايه كمان اللاعبين اللي بيكونوا بيخشوا عليه في اي هجمه. حديث مطول عن فنيات ظهرت على مدار الايام اللي فاتت من متابعتنا للمونديال، وكمان هيكون في بقى تخصيص بعض الشيء وحظوظ اكتر في التحليل الفني لحارس المرمى مع المنتخبات كلها ودوره الكبير في التوقيت الحالي. منورني في هذه الفقره واحد من نجوم حراسه المرمى مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، كان مع الشباب اللي قدروا يحققوا كاس العالم في مصر 93، وايضا مع المنتخب العسكري اللي حقق البطوله في رومانيا 98، وحاليا هو عضو في لجنه تثقيف المدربين في الاتحاد العربي لكره اليد الكابتن محي صلاح. سعيده جدا بوجودك يا كابتن، منور الدنيا. انا اسعد بنورك، بشكرك شكرا جزيلا. والحقيقه يعني المقدمه الجميله دي، لا ازاي طبعا، احنا الصراحه اليد حلاوته في الكم الكبير بتوع الكوادر اللي عندنا في كره اليد المصريه. صحيح. وحضرتك ونجوم كثر الصراحه شرفتونا على مدار سنوات. الله يخليك. طيب نبدا كده بتقييم حضرتك للمستوى لحد دلوقتي، بتبقى دايما الماتشات الاولى مش مقياس، ولكن مستني ايه تشوفه من المنتخبات بدايه من الجوله الثالثه؟ والله الجوله الاولانيه كده فيها شويه مفاجات، وفيها طبعا اكبر مفاجاه اللي هو تعادل اليابان مع كرواتيا مثلا، دي مفاجاه كبيره. في طبعا روسيا كسبت سلوفينيا النهارده، ففي طبعا لسه الفرق جديده، وانا في رايي دي بطوله المستحيل او تحدي المستحيل البطوله دي، وبطوله الفرص. يعني بتلاقي مثلا فرقه زي سويسرا ما كانتش تحلم ان هي تيجي تلعب كاس عالم، فجاه جت بسبب الظروف بتاعت امريكا. فرقه زي مقدونيا جت بسبب التشيك برضو، الظروف بتاعت التشيك، لعيبه يحصل لهم حاجه فلعيبه تانيه تيجي مكانها فاللعيبه تعرض نفسها، فهي بطولة الفرص وبطولة التحدي المستحيل يعني. طب دور المدير الفني علشان يكون بيطلع نجوم جديدة، احنا عندنا بنشوف ده بيتكرر وبتدخل اسامي جديدة، مش كل المنتخبات في اوروبا، بالعكس دايما بيكون عندهم ثبات اكتر في التشكيل، وتلاقي اللاعبين كبار السن هم اللي بياخدوا الحيز الاكبر من التشكيل. على فكرة انا عايز اقولك بالنسبة للنجوم اللي بتطلع، احنا تاريخنا في منتخبات الشباب تالت رابع على مستوى العالم كله. احنا خدنا اول شباب، خدنا اول ناشئين اول مره، خدنا ثالث مرتين. الفرقه اللي موجوده دلوقتي في ست لاعبين موجودين في الدرجه الاولى دلوقتي، كانوا مع كابتن طارق محروس فخدوا ثالث عالم مع كابتن طارق محروس. حسن قداح واحمد هشام وعبد الرحمن حميد هم مواليد 2000، يعني هم لسه قدامهم بطوله العالم للشباب وبطولة افريقيا للشباب. كابتن طارق محروس صعدهم لمنتخب 98، لعبوا معاه خدوا ثالث عالم، لعبوا تحت ضغط. على فكره اللعيبه دي عشان تلعب بالمستوى ده في اول بطوله عالم، اللعيبه دي يعني مروا بظروف وضغط لعبوا فيه في بطوله العالم للشباب، بطوله عام الناشئين. فطبعا زائد ان في ثلاثه كمان مواليد 98 اللي هو سيف الدرع ومحسن رمضان وخالد وليد، يعني في ستة منتخب الشباب وكابتن طارق قدمهم للدرجة الأولى زي ما تقول على طبق من الفضة. بس يعني احنا بنعمل كده عندنا في مصر، مش بره مش بيعملوا كده. لا احنا على فكرة احنا لينا تاريخ وباع في كرة اليد في الشباب، وبأيادي مصرية مش أجنبية. يعني بأيادي مصرية. صح. فبصراحة اللعيبة دي ثروة قومية، منتخب 98 منتخب 2000، وخلي بالك في برضو لعيبة بحكم اللي هو العدد و في لعيبه كويسه جدا بره المنتخب مواليد 98 مواليد 2000 ويلعبوا عادي جدا مفيش مشكله خالص. وكمان اللي بيلعب مع كابتن طارق محروس بيخلي اللعيب يلعب تحت ضغط بحيث ان هم ما يهموش اي ضغط خالص. فما شاء الله النهارده حسن قداح عمل مباراه عادي جدا، اكنه بقى له كذا بطوله بيلعب. احمد هشام السيد بيلعب عادي جدا، ما تحسيش ان ده لعيب، ما تحسيش ان هو لعيب صغير شباب في السن خالص، ده هم لسه عندهم
كاس عالم شباب وعندهم كاس عالم وافريقيا شباب كمان. بالظبط، حاجه مبهره جدا اصلا من متابعتنا للبطولتين اللي كانوا ورا بعض، منتخبنا للناشئين وللشباب. لما شفت حميد وهو موجود مع الشباب حاصلين على المركز الثالث كده يسافر مع الناشئين برضه هو وياخد مركز اول، تحس التوليفه عظيمه. حميد خد احسن حارس في الناشئين، فحاجه مميزه. طيب نتكلم اكتر عن حراسنا، وممكن قبل ما نتكلم عن حراس مرمى منتخبنا اللي ظهروا النهارده بشكل عام، تقييمك للفروقات اللي ظهرت فنيا ما بين المباراه الاولى اللي خاضها منتخبنا والمباراه الثانيه. والله المباراه الاولى كانت لسه اول مباراه رسميه، وكان لسه المدرب بيجرب كل اللعيبه، وبس النهارده زي ما تقولي المنتخب المصري ادى انذار شديد لهجه جميع الفرق. يعني بالذات كمان الفريق السويدي، خلي بالك نتيجه الماتش السويد برضو يعني احنا السويد وتشيلي بعدينا لولا النتيجه الكبيره اللي حصلت دي، السويد برضو 41-26 رقم كبير. بس اقول لك حاجه، ان يخش يعني يخش في منتخب السويدي 26 جول من تشيلي كتير يعني برضو كتير. اوكي، فلا يعني يعني احنا مثلا النهارده النتيجه كانت 38-19، فاحنا يخش 19 جون اوكي ماشي، بس 26 جون تخش في منتخب السويد اللي هو المفروض مدرسه اسكندنافيه وبتلعب 6-0 وحراس تتميز بحراس كتير قوي، 26 جون 26 هدف يخشوا في منتخب السويد. طيب اللقاء القادم ما بين منتخبنا ومنتخب السويد، من متابعتك للقائين شايف ان الدية هتكون الى اي مدى في الملعب، وايه نقاط القوه اللي عندنا ممكن نكون بنتفوق من خلالها؟ بصي احنا منتخب مصر بقاله فتره كبيره ما طلعلوش كم الخط الخلفي اللي هو بيصوب من بره 9 متر اللي موجودين دلوقتي. بالظبط، يعني انت عندك علي زين مصوب من خارج 9 متر، يحيى الدرع مصوب من خارج 9 متر، احمد هشام السيد، حسن قداع، سيف الدرع، اسلام حسن، الشول، يحيى خالد، الاحمر، محسن رمضان. فانت ما شاء الله عندك خط خلفي مصوب. طب بالنسبه للاجناد، يعني شفنا سند وبكار بيبداوا اللقاء، الى اي مدى راضي برضو عن تسديدهم على المرمى وان احنا نكون بنعتمد عليهم كازمه؟ لا سند ماشي كويس قوي، سند ماشي كويس قوي. هنا بقول لك بس اللي هو الخط الخلفي ماتش السويد الكلمة العليا فيها لحراسة المرمى. ده احنا هنتكلم عليها دي، يعني هم نصيبهم. حراسة المرمى اتطورت بطريقة فظيعة، يعني هي ايه؟ هيبقى قدامك انت حارس مرمى السويد وحراس مصر، اوكي؟ السويد حراسة مرمى دفاع، مصر حراسة مرمى دفاع وفاست بريك. احنا بنجري فاست بريك وهم بيجروا فاست بريك. هم بيلعبوا 6-0، هم مدرسة 6-0 بالمقابلة بالبلوكات. احنا عندنا بنلعب 6-0، بس احنا عندنا تاريخ في اللعب العالي. تمام، يعني احنا جاي علينا فتره احنا قعدنا نلعب عالي وضايقنا الدول الاوروبيه لغايه نص الملعب. فاحنا حتى لو هم مش متمرنين على اللعب العالي، لو اتطلب منهم يلعبوا عالي هيعرفوا يلعبوا عالي. احنا عندنا تاريخ من كده. الميزه بقى اللي انت لما تشوتي من بره بتجبري المدافعين اللي هم يطلعوا يقابلوا يتقدموا. عندك ايه بقى انت ساعتها بقى؟ عندك ناس بتعدي، الاحمر بيعدي، دودو بيعدي، سيف بيعدي، اسلام حسن بيعدي، كل الفرق كل اللعيبه دي عندهم مهارات اللي هم يعدوا. فدي ال 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 الكوكتيل ده بقاله كتير ما جاش على منتخب مصر، اللي هو لعيبه خبره ولعيبه شباب وناشئين. طيب بما حضرتك اتكلمت عن الكوكتيل ده تحديدا، بنقف كتير ونقعد نقول هو مين افضل جيل او مين افضل كان كيمستري ما بين اللاعبين وبعضها، ومش بنلاقي اجابه لان كل جيل كان ليه حظوظه وكل جيل كان ليه انجازاته، ولكن ايه اللي بيميز الجيل ده من وجهه نظر حضرتك؟ هل الاحتراف ممكن نقول ده النقطه الفارقه مثلا عندهم؟ بصي هو كل جيل حسب وقته، يعني الهاندبول لما تيجي تتفرج على الهاندبول سنه 93 غير الهاندبول سنه 99. يعني انا مثلا بالنسبه لحراسه المرمى في تكنيك معين كده اللي هم بتوع شرق اوروبا اللي هم الصرب والكروات ودول بيعملوه. التكنيك ده في وقفه معينه من الجناح انتهى سنه 99 لما بطل لافاروف
حارس روسيا، طلع من 2001 طلع هني فريتس في المانيا، طلع اوماير، طلع كذا حارس. الوقفه اتغيرت، يعني الوقفه نفسها اتغيرت، وهنري فريتس نقل الوقفه من لافاروف لاوماير لدلوقتي اللي هو ليندل. فيعني نفس الكلام، اللعب ساعتها بيبقى هو جيل ذهبي حسب الهاندبول. يعني مثلا زمان كان الهاندبول قوه وشوط، دلوقتي الهاندبول سرعه مش طبيعيه، يعني عمال يتسرع يتسرع يتسرع. البدني هو ليه دور فظيع. بصي اللي اتطور، اللي اتطور في الرياضه كلها الفتنس واللياقه البدنيه. لان الهاندبول الناس كلها عندها هاندبول، بس انت دلوقتي مثلا بتيجي مثلا ايه الشوطه، تلاقي مثلا ايه شوطه الباك ده اقوى من شوطه الباك ده، او شوطه الباك ده اسرع من شوطه الباك ده، كل ده بدني بدني. وكمان يعني علوم الرياضه اتطورت جامد قوي، والريكفري اتطور جامد، والتولز حوالين الرياضه الادوات كلها اتطورت غير زمان خالص. يعني مثلا زمان، مثلا كنت انا زمان مثلا وانا بتمرن كان المدرب مثلا ايه بيجي يمسك كرة الهاندبول كده ويقعد ايه يشوط برجله زي كرة زي اكون مدرب اجوان يقعد يشوط ويشوط. دلوقتي بقى في مكنه، المكنه اللي هي خاصه بالشوط مثلا يعني او بالتنس او او او. ففي حاجات كتير اتغيرت عن الهاندبول زمان يعني، والرياضه عامه زمان. كل حاجه اتطورت في صناعه الرياضه لان هي بقت بزنس كبير، فلازم صناعة. تكون بالظبط الرياضه بقت صناعه زي ما الاعلام صناعه، دي بقت صناعه دلوقتي. وخلي بالك مش هم بيقولوا الفن القوه الناعمه، الرياضه قوه ناعمه طبعا. يعني الرياضه يعني انا معلش يعني لما يجي لي مثلا تليفون مثلا من فلان او يقول لك ايه ده انتوا عندكم في مصر الصالات دي، وايه العاصمه الاداريه دي طلعت امتى؟ يعني يجي مثلا يقول لك ايه ده العاصمه الاداريه وايه الصاله دي؟ ده في ناس من المصريين يقول لك هو الصاله بتاعه العاصمه الاداريه دي طلعت امتى؟ فيعني كفايه الصالات بصراحه حاجه ابهار، حاجة بنيه تحتيه جديده، حاجه تحفه. يعني انا مش عايز اقول لك، مش عايز ناس عشان الناس ما تفتكرنيش ان انا يعني اوفر، الصالات زي اوروبا واحسن من اوروبا بجد، يعني حاجه يعني ابهار. هي كمان متعدده الاغراض، ففي استفاده ممكن كمان تكون منها في المستقبل. طبعا حيث ان احنا نتكلم عن الرياضه صناعه، فاحنا ازاي نكون بنستغل تواجد بنيه تحتيه مميزه تفيد بقى من استضافه بطولات على مدار سنوات وسنوات قادمه. نقف بقى شويه عند هنداوي والطيار النهارده. بصي الطيار، خلينا نتكلم على الطيار الاول. ماشي. الطيار خلي بالك هو مهندس كهرباء. تمام. انا في رايي الطيار جينيوس، اذكى حارس مرمى جه في تاريخ مصر. الطيار مثلا بتيجي تعمله في تمرين كده، اي تمرينات ذكاء بتتعمل للطيار جينيوس بجد يعني. فالطيار هو مولود نجم يعني، هو فعلا لما المعلق خالد خيري بيقول لك الطيار حارس كبير من طراز الكبار، ليه مقوله كده، هو فعلا الطيار حارس كبير. وهو السنة 20 يعني سنة 2020 بعد بطولة افريقيا و2021، انا في رأيي الموسم ده هو موسم النضج الفني لعصام الطيار. فعصام الطيار هو مستقبل مصر في حراسة المرمى، عبد الرحمن حميد هو مستقبل مصر في حراسة المرمى، عبد الرحمن طه مستقبل مصر في حراسة المرمى. طب هنروح بقى برضو اكيد ونتكلم بالتفصيل عن كريم هنداوي، ولكن استاذن حضرتك نروح لوسام نوار، واحد من نجوم منتخبنا الاول لكره اليد، اللي كانوا مشاركين في لقاء النهارده، هذا اللقاء معاه بعد فوزنا، ونعود مره ثانيه. مبروك الفوز، خصم قوي اكيد المنتخب المقدوني، توقعت ان الجيم يبقى بالفارق السكور ده؟ والله ايمن احنا اول ماتش كان مع تشيلي احنا كنا متوترين، بطلع ارضك انت مش جاي تعمل تمثيل يعني تمثيل مشرف وخلاص، لا انت جاي تحقق انجاز. فاول ماتش كنا متوترين مع ان احنا كنا دارسين فريق تشيلي جدا، كنا محترمينه جدا، فريق محترم فيه 7 لعيبه بيلعبوا في الدوري الاسباني. النهارده يمكن داخلين ارتاحنا شويه، فريق مقدونيا، منتخب مقدونيا ده منتخب عالمي، فيه لازاروف ستويلوف لعيبه ابطال اوروبا يعني، درسناهم كويس، كاتب روندو حطينا ايدينا على نقطه الضعف اللي عندهم، ادينا في ثلث ساعه تقريبا الماتش خلاص بقى اوف يعني، كسايزمين فرح 11 12 جون.
خطوه كسلينه في المجموعه ان احنا دلوقتي معانا ماتشين ان شاء الله بعد بكره ناخد السويد. احنا واخدينها ستيب باي ستيب. فريق السويد فريق محترم جدا، منتخب جامد جدا، ان شاء الله نكسبه عشان يبقى عندنا الناحيه الثانيه بقى روسيا وبيلاروسيا وسلوفينيا. احنا عايزين نطلع اول مجموعه عشان دور ال نروح دور 8 ان شاء الله في حته كويسه. ان شاء الله بنحاول نوصل لابعد نقطه في انا متعشمين فيكم كتير قوي ان شاء الله يعني. وسام النهارده يمكن مروندو اشرك 16 لاعب، كل القايمه اللي دخلت المباراه النهارده شاركت في اللقاء. الروتيشن اللي معمول، قوه السكواد بتاعتك، ان مفيش فرق كبير قوي بين الاساسي والاحتياطي، شايفها حاجه من نقاط القوه الكبيره قوي في منتخبنا الوطني؟ كوتش باروندو عنده مفيش اساسي واحتياطي، عنده كل لعيب ليه دور معين بيلعبوه في طريقه معينه. يعني لعيب مثلا زي حسن قداح هو حاطه سلاح لحاجه معينه لكن هو مش احتياطي. علي زين لعيب باك ليفت تكتيكي اكتر، مهارات اكتر، فكل لعيب ليه وظيفه معينه هو بيستغلها في النقطه المعينه. بس الماتش النهارده هو حاول يحطنا كلنا نبقى توب فورم عشان الماتشات الجايه. انت زي ما هو بيقول مفيش وقت، احنا مثلا اجازه بكره، بعد بكره السويد، اجازه بعديها يعني يوم او يوم لا. والفرقه كلها فرقه محترمه، يعني بيقول لنا مش هنقدر نحضر لها، مش هقدر استنى لعيب ان هو لسه يجي نفسه في ماتش زي ده. فهم لقوا ماتش زي ده الحمد لله عدينا فيه فرق كبير، حاول يحط كل اللعيبه عشان تبقى توب فورم في الماتشات الجايه ان شاء الله. النهارده غياب الجمهور طبعا للقاء الثاني على التوالي، وانت كنت بتتكلم معايا بتقول لي من الحاجات اللي مضايقاكوا جدا، حسينا انكم خلاص يعني تغلبتوا على ده ومركزين في الماتشات في الملعب، مش مشتتين نفسكم بحته غياب الجماهير دلوقتي شويه؟ والله هي الجماهير دي احنا كنا واخدينها في البدايه خالص ان هي سلاح، حتى كوتش باروندو بيقول لنا ده سلاح، انه بيلعب فرق جامده الجماهير دي ضغط عليه، زي ما لعبنا مثلا الدنمارك. في الدنمارك احنا ما كناش سامعين بعض من صوت الجمهور، فاحنا كان نفسنا في ده. بس اهم حاجه سلامه الناس، سلامه اهالينا. هنحاول بيكم بقى تدعمونا في المباراه ان شاء الله في الماتشات الجايه، وعلى الله ان شاء الله. ربنا يكرمك بالتوفيق دايما ان شاء الله. شكرا. شفنا اكتر من نجم النهارده بيظهروا بيتالقوا بيسجلوا وبيكتسبوا ثقه كبيره جدا على المرمى النهارده، ودي اعتقد من النقاط اللي احنا استفدنا بيها من مباراه. صحيح. المنافس فيها كان يعني في المتناول، منتخب مقدوني اكيد كل الاحترام ليه، ولكن قدرنا ان احنا نحقق اكتر من مكاسب كونها نقاط، ولكن اهم حاجه الثقه اللي اكتسبناها بعد هذا اللقاء. قبل التقرير كنا بنتكلم عن الطيار وقد ايه حضرتك شايفه ان هو حارس ذكي. لا، الطيار حارس ذكي لان هو كمان زي ما قلت لك هو مهندس. بصي، اوروبا في اخر 3 4 5 سنين كده شغالين على حاجه اسمها سمارت بلاير، فبينموا الذكاء في المجهود مع اللعيبه. فهو الطيار عنده هي دي موجوده، يعني اللي هم بره في اوروبا بينموه وبيمرنوا اللعيبه عليه، هو اوريدي موجود عند عصام الطيار. بالظبط، هو سمارت بلاير، صح كده؟ صح كده. نروح بقى لكريم هنداوي. هنداوي بقى الخبره. هنداوي الخبره اللي هو، بس هنداوي على فكره في حاجه، هنداوي خلي بالك اعتقد اللي هو الماتش الاولاني هنداوي بيعرف يلعب مع جمهور. يعني هنداوي اديله جمهور النسبه بتاعته دي هتعلى اكتر. يعني هنداوي النسبه بتاعته مع لو في جمهور هيعلى. بس انا في الصد اللي هو صدها الكره دي، الكرة دي اللي هو صدها في الهواء، لو فيها جمهور دي كانت لا 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 دي دخلته في الجيم. يعني لو تشوفي قبل الكرة اللي هي في الهواء وبعد الكرة في الهواء، بعد في الكرة الهواء النسبة بتاعته عالية جدا. أيوه. دي دخلته في الجيم، الكرة اللي في الهواء دي دخلته في الجيم، عمل جيم كويس قوي بصراحة. مين يبدأ لقاء السويد؟ بيتم الاختيار ازاي لما يكون عندك يا كابتن اثنين متألقين أو ثلاثة متألقين؟ أول حاجة بتبقى حاجة نفسية، مين فيهم بيحب يبدا. اوكي، يعني مين فيهم بيحب يبدا، مين فيهم بيحب يتفرج، لان يعني انت ممكن تكون الفرقه مغيره، خش في مود الماتش من الفرجه. يعني هي بتبقى ومين فيهم يصلح للمباراه دي. يعني انا في رايي ان في ماتش السويد بس غالبا هو هيبدا برضو هنداوي، انا في رايي اللي هو يبدا بالطيار. ليه بقى؟ في ماتش السويد الطيار اطرافه كبيره، السويد اجسام كبيره، وكمان الطيار لما بيبدا ممكن يعمل لك بيك في الماتش. يعني الطيار بيبقى ليه ماتش كده بيعدي النسبه المش طبيعيه، يعني ممكن يوصل لك ل 60%، ممكن يوصل هو النهارده كان حاجه و40 اعتقد في التصديات بتاعته. بس هو على اللي هو لعب شوط. بس ساعات في عصام بيعمل بيبدا ماتشات
لما بيبدا فيها ممكن يعمل لك بيك في الماتش مستوى غير طبيعي. وهنداوي الميزه بقى اللي موجوده بين هنداوي وبين الطيار اللي هنداوي برضو خبره. هنداوي خبره ولعب بطولات كتير ولعب تحت ضغط كتير، فبرضو بتلاقيه في الماتشات الصعبه. بتلاقيه في الماتشات الصعبه. وانا برضو شايف ان عبد الرحمن حميد في الدور الثاني هيبقى ليه دور ان شاء الله، بقى هيبقى ليه دور بالذات مع روسيا وبيلاروسيا. باذن الله نشوف دور لكل نجوم منتخبنا. واكيد بقى حابين نتكلم عن دور المدير الفني الاسباني مع منتخبنا الاول لكره اليد، ولكن هيكون بشكل فني وتفصيلي مع الكابتن وحي، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا. كده نتكلم بقى اكتر فنيا مع كابتن محي. سريعا بقى لو هنتكلم عن طرق الدفاع المختلفه لدى المنتخبات، ممكن الستة صفر هو السيد اكتر، ولكن حضرتك اشرح لنا كده بشكل مفصل اكتر على البورد كده عندنا منتخب اسبانيا. ايش عرفك بالستة صفر؟ عرفنا الستة صفر، احنا بنلعب هاندبول بقى لنا شويه في دماغنا. الستة صفر، الستة صفر بيبقى الست لعيبه جنب بعض على الستة متر. اوكي، الستة صفر بتعتمد على البلوكات، البلوكات مع الحارس، وبتعتمد على المقابلة على التسعة متر. أوكي، في مصطلحين جداد في الستة صفر، ال L وال V. أوكي أوكي، لو الباك ليفت ده الباك ليفت مصوب وبيخش على التسعة متر، هتضطري تعملي له L تقابليه كده على التسعة متر عشان هو قوي ومصوب، فبتعملي حرف L تقابليه. أوكي، لو بلاي ميكر مهاري وبيعدي بتعملي حرف V تبقى جنب بعض جوه ال 9 متر عشان ما يعديش. ايوه حلو. في ال 6 0 ساعات بتعلي من ناحيه وتبقي واطيه من ناحيه، او بتبقى ايه بتطلعي وتقابلي وتنزلي، دي ال 6 0. طيب منتخب كرواتيا هو ممكن يكون من المنتخبات اللي طريقه لعبها مش الدارجه قوي في التوقيت ده. كرواتيا بتلعب 3 2 1 دومينيك قدام، 3 2 1 بيبقى شكلها عامل كده. تمام، ولكن دي 3 2 1 دي برضو بتكون طريقه لعب ممكن تتغير على مدار اللقاء. ممكن تتغير، بس 3 2 1 دي بتتلعب عشان تضايق اللعيبه المصوبه من بره. تمام، دي 3 2 1 ودي ممكن كده بتبقى مقفوله، ممكن تتفتح كده شويه. اوكي، في بقى اللي هي ال 5 1 اللي هي بتاعت اسبانيا. اوكي، ده بيبقى حر هنا كده بيبقى 5 1. دول الثلاث طرق. وساعات في ناس بتلعب 4 2، في ناس بتلعب 3 3، بس اللي هو ال 6 0 وال 5 1 و 3 3 بتبقى كده، 3 3 بيبقى كده. 3 3 على 9 متر، او بتطلع لقدام كده ايه شبه مان تو مان يعني. طيب اخيرا يا كابتن لو تقول لنا منتظر ايه من المدرب الاسباني روبرتو غارسيا وادارته للقاء القادم المهم جدا. والله انا يعني اللي اعرفه اللي هو هم بيقولوا اللي هو مدرب كوتش جدا يعني هو مدرب كوتش، فهو شارك كل العناصر وشارك كل الفرقه، والفرقه ما شاء الله النهارده ظهرت بمظهر لائق. فيعني احنا حلمنا، اصل خلي بالك احنا بس ايه اسر كره اليد غير اي لعبه في مصر، احنا دايما عايزين الاحسن، لان احنا ابطال عالم، احنا ابطال عالم ناشئين وابطال عالم شباب ورابع عالم، رابع عالم كبار، ويبقى ايادي مصريه وكله تمام يعني. فاحنا احنا طبعا احنا التجهيزات اللي اتجهزت للبطوله وكل للمدرب والفرقه مع عناصر اللي طالعه من منتخب الشباب للمدرب، انا متهيألي طريقه للسيمي فاينال والفاينال يعني ان شاء الله كويس، مع كمان القرعه المجموعه اللي احنا هنخش عليها، فان شاء الله طريقه للسيمي فاينال والفاينال اعتقد ان احنا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هنحقق ميداليه. وطبعا ده انا بقول ميداليه بس احنا نتمنى ان نحقق البطوله والكاس ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. هيبقى كاس استثنائي في ظروف استثنائيه. جدا جدا، ولكن احنا قدها وقدود. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن محي، نورت الدنيا. الله وباذن الله كده نلتقي دايما في انتصارات زي النهارده. بشكرك إن شاء الله شكرا جزيلا. تحيا مصر، تحيا مصر دائما وابدا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن محي صلاح، واحد من نجوم حراسه المرمى مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، كان في ضيافتنا النهارده. بشكر حضراتكم مشاهدينا شكرا جزيلا، وغدا باذن الله على مدار اليوم نلتقي مع حضراتكم على الف خير. تقبلوا تحياتي والى اللقاء.